المهم هذه سالفة واحد. يلا ها خلاص بقول سالفة على ما تخلص. يقول لكم فيها يا عيال كرسون في شيء، انتم اذا اكلتوا لقمة تقعد ثلاث ساعات. يا عيال طوي كثر خبز. اشرب هذا الماء شيء. بجيب لك لي. بس والله فنان يا عيال. تشرب كحول. والله فنان. من اللي جايبه؟ راح خشون. انا جايبه، احنا جايبه، بس مندرج بين ابو فرح. مندرج ابو فرح؟ ايه. يعني فرح مخلوق. المهم اني معيفو. لا اجزي طيب. شكرا دخل سلطان السمعي. دخل سفر الدغيلبي. ديبا. نشكر خلاص. نشكر سفر الدغيلبي على القصيده. اسلم. هذا رجع طالع معكم. وحيد امه وابوه. المهم توفى الشايب. ولا عاد عند امه. الا هو وواحده من خواتها متزوجه، ما هي عند اهلها يعني، فهمت؟ هو اللي المهم رجال توظف عسكري. يشتغل. المهم انه هو بعيد عن اهلها. والده توفى شايبه. اي والده توفى. حلو ها. المهم الوالده في الديره وهو دوامه بعيد. وهي كبرت في السن بعد يداوم ويروح ويجي. جاء يوم من الايام دخل جاها مفاجاه دخل البيت لقاها لحالها متكيه لحالها جاه تعني بالضمير تو ما صحصح يوم دخل في الصاله البيت لانها متكيه كذا لحالها يعني. والله لا تلفزيون ولا جوال ولا شيء كذا متكيه ولا ونيس وراديو ايه جاه تعني بالضمير قال ليش مخليه امي هنا أقو قلبه. أنا ليش مخليها هي طول ذا المدة كله بوح. يعني بنتها ما تجيها إلا في الويكند ولا ها يوم ولا يوم. المهم داوم سلم عليها وكمل معها وداوم ورفع طلب إيش اسمه؟ خلاء. خلاء طلب مدري فصل مدري. المهم جاءت مساعدات. طبعا الرجال وظيفته مثل ما قلت لكم عسكري وراتب يعني مو لا تشبه الراتب ذاك يعني ما تعدى 10 9 مناسب له يعني. المهم قالوا اطلبوا قالوا ليه قد انت فاصلك وليه 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 زي كذا قال اسباب كذا وكذا وكذا وعلمهم عاد الاسباب. والمهم فصل رجع الوالد البيت تكى عيال معها 7 شهور و8 شهور تزوج يوم عود امه جاه الخير تزوج وفتح لها ربيه وبالرزق توفت الوالده 8 9 شهور توفت. المهم ويقعد عقبها يجي يمكن بسنه وجي عليه عيال وجي عليه ولد ولا عاد مع دراهم صار فقير ما يلقى لقمه العيش. الماء والله يا عيال انهم يحلفون انه كما كان يعني يا الله انه يلقى طفران مره لاخر درجه هو راعي صلاه وراعي دين يصلي ويطلب الله يصلي ويطلب الله كبر عياله يحظ فجر ايه كبر عياله يقولون والله يا جيرانه جيرانهم يتصدقوا عليهم العيشه. المهم يروح يبيكد يفك عياله يا ولد اشتغل الخضره اشتغل ما في عيشة. المهم ويرجل ويطيح اشتغل في شغلة بسيطة يعني تدخل لآخر الشهر 3-4 آلاف يطيح يرجل في مشروع وفقه ربي في واحد من الرجل وطرح حطه في مشروع ومن المشروع ذا المشروع اللي بعده صار يدخل عليه شهريا 30-40 ألف ما شاء الله لا إله إلا الله ويشتغل ويكد ديار ويشتغل امي يعرف لها رجال هم يطرح يجي في مشروع قوي مره قوي يلا يجي يشله من الفقر كذا شله من الفقر وموده الغره المشروع ده ايه بس موجود مهوي شو يقول فقر المهم ما هو بعندنا الا بس الرجال مهوي دائما هو كذا. المهم بغيت اقول مشروع اسمه ويشتغل يجي وذلحينه للحين اكبر عياله مع الاكزز ما شاء الله ما
اوكي طيب كبر كبر كادنا ومصر وثاني عياله كبري انا مع جكسار اخر مدي والرجع عالج وذلحين عنده شركتي عرفت يا ما شاء الله عاد كاكت على الله يرزقنا من حيث لا تحتسب يا رجل شفت كيف؟ بلكزز وكل شيء فقر عدم راح الدوام انفصل عشان امه رجع توفت يعني ما كمل مع امه توفت امه رزق افتح له يا رجل ربي ابو برزق والله انهم كانوا يحلفون انه يداوم بموت ترى مقربع ابو محمد تاكد ان الرزق بيجيك حتى لو انه تحت باطه بيتكم شوف هو صبر 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 لين جاء الرزق وشوف الحين ما تقوم لك وتجاه صح؟ شوف خلص. الرجال يدعي ويطلب الله وان شاء الله ان الله قبل دعوته ليه؟ بس تدري ليه الله رزقه؟ تلقاه يظن بالله خير بر الوالدين ويظن بالله خير يا ولد الله يقول انا على ظن عبدي بي صح انت هو في الظن بالله الخير ابشر بالخير وانت كيف تبي يجيك الرزق وانت جالس؟ اسعى يا عبدي وانا اسعى معك يعني هذا ذكر من قصه واحد اللي قال له مرشد ذا من اهل الشمال المهم ان في 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 قريه هو عايش في قريه القريه لحقها فقر لحقها ضيم ولحقها امور المواجد يوم خلاص استوت معه كان انا بشد انا بروح ادور لي شغل هو هنا في الشمال وفي قريه والقريه وقف الماء ما عاد عندهم ماء قال انا بروح اقرب ما له سوريا اقرب ما له سوريا قال انا بروح لسوريا اترزق الله وقتها كان الجيش الفرنسي موجود في سوريا كان ذا قبل يمكن 100 سنه ولا ادون ما ادري دخل سوريا دور شغل دور رجال تعب يا الله انه لقى شغل في العسكريه الفرنسيه هو سعودي من اهل الشمال هنا ما ادري قبل تاسيس المملكه ولا الوكاد ان الرجال لقى شغل في العسكريه الفرنسيه دخل معهم عطوه دوريه استطلاع تحت رجله 5 رجال معه هو قايد الفرقه حلوه ايه هو قايد الفرقه واللي معه فرنسيين هو قايدهم وهو اللي استطلع على الحدود اللي يهربون ولا يهربون بروسهم ولا يهربون شيء معهم المهم ان الرجال في يوم من الايام في واحد مهرب واحد من هالنجد نجد القصيم حولها مهرب طالع من سوريا رايح للشمال المهم يلحقونه رجع ارجله صادوا على طول هم على سياره ويمسك الرجال يركبه معهم يوم ركب وناطق الرجال الا الرجال نفس منطوقه هرجه زين وشي زين من نجد هرجه زين واللي معهم فرنسيين ما يدرون ايش الطبخه المهم الرجال الممسوك قام ينخر الرجال قال تكفى انا في وجهك والله العظيم من وراي عيال وراي نسوان وراي يقعد اشكي الرجال تحركت مشاعره جاته حميه جاته النخوه قال ابشر بسعدك الحين هو مع 5 عسكر ومعه الرجال مرشد لا مرشد هو اللي سوق الرجال الثاني والله زيد اسمه اتوقع المهم قال اسمع بنوقف ذا الحين وبنزلهم وخلك في السيارة ويوقف الدورية وينزل العسكر اللي معه 5 ويصفون قال اسمعوا اي قال خلوا اسلحتكم في السيارة عشان ما حد يرميه خلوا اسلحتهم في السيارة وينزلوا ما دروا يوم ينزلوا ويصفون قال اللي تحرك منكم برميه وواقف هو والرجال الحين اللي يحتمدونه ويقومون اثنين بيتحركون في روسهم يصور في روسهم ويطش روسهم ويوقعون على جنبهم الباقيين قال الرجال راح يربطهم على الشجرة ويركب هو وياه ويحركون ويدفها ابو شنب ويدفها تم ويدفها ابو شنب ويدفها طال عمرك لين نزل الرجال على حد السعودية ينزل الرجال يروح ويجي ذا وينزل من سيارته الدورية ويروح يكمل يدور شغل ويلقى له شغله في سوريا ويشتغل فيها 40 سنة عقب 40 سنة طبعا السالفه نساها لكن الرجال ذاك عارف اسمه عقب 40 سنة تقاعد الرجال يوم تقاعد حالته ساءت ما عاد معه دراهم رجال ما عاد معه شيء طفر بالعربي طفر عمره فوق يمكن 70 75
قال انا اشكون ما اروح للرجال ذاك ادوره، يمكن القاه ولا القى عياله، كود انه يعطيني شيء ولا الرجل ذاك خبر اسمه. المهم يروح للقصيم ينشد 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 لين وصل للرجال، اسمه مبين هو واضح. يوم وصل للرجال ويقبل على بيته على ذا القصر وذا البيت اللي يطرد فيه الخير، يقط عليه ويعين عياله، سلم عليهم قال وين فلان؟ قالوا فلان ابونا موجود. قال قولوا له فلان بن فلان يسلم عليك. اي قال يروحون لابوهم قالوا فلان بن فلان يسلم عليك، يوم فز ابوهم فز ونزلت دمعته على طول. ويروح للرجال اول ما دخل عليه قال والله العلي العظيم اني موصين عيالي عليك يا عيال، الرجال اللي وصيتكم عليه وش اسمه؟ قالوا مرشد بن فلان اتوقع التميمي. يستاهل مرشد بن فلان. يوم تخام الرجال يقعدون يبكون، شوف كيف رد له الجميل. تدري ايش سوى به؟ قريتهم، والله اني ناسي اسمها، قاريها في القصه، قريتهم الماء ما به ماء ابيض والبيوت ما بها بيوت. التاجر ذا حط للرجال مرشد بير وبيت، وكل واحد من جماعته القريب بير وبيت واحيا قريته. هذا كلام ذا قديم ولا قريب ولا قديم؟ قبل السالفه ذي قبل 50-60 سنة او اكثر بعد. شو تصدقني ودي انا كخالد ما ادري، هي ايام العسكريه الفرنسيه. انا ودي تدري وشو نجرب حياه اول. انا يا اخي سولفهم فيها، كل ما جيت مجلس ولا حاجه جيت مجلس ولا شيء يلعبون شيء يلعبون، قالوا يزين حياه اول. يلعبون لوسي يزيد توتي يزين من لوسي. لوسي احلى، بنسوي مزايم بينهم، ايش رايكم؟ يا لوسي يا الليل ابشرك بها. يلا بسوي مزايم. ما تقدر والله زينت السؤال رجعت.